بيت قلبي. لا تخافي يا خانم، اسمحوا لنا شوي. شو فيها؟ شو وضعها؟ يا أنسة سامعتيني؟ لو سمحت بس لحظة. ونبضة؟ نبضة منيح، اهدى لا تخاف. ارجعي شوفي نبضة. نبضة منيح يا بي. بعتذر. حطوها على النقالة. أنا ناديت لها كتير بس ما سمعتني. حبيبة قلبي برافو عليكي، لا تخافي ما فيها أي شيء. مو هيك مراد؟ أختك رح تتحسن ورح تكون منيحة. ما في شي حبيبتي، تعي عادي قعدي، ما في شي، لازم نهدى وننطر. حبيبة قلب الماما برافو عليكي ماما، أحسن شي عملتي إنك اتصلتي وخبرتينا. شبها غايبة عن الوعي، حنعمل تحاليل لنفهم ليش. تمام، لو سمحتي ممكن نجي معكم؟ الأحسن إنه تلحقونا. ماشي رح نلحقكم، رح نجي وراكم. مراد يلا جاكيتها تحت. ما ايه تحت، خدوا معك. ديرين تمام. ليش لسه لهلأ ما فاقت؟ دكتور بيعطيكي جواب أدق. ماما يعني أختي مريضة؟ لا حبيبتي. يا الله شو وضع المريضة؟ غايبة عن الوعي، ضغطها 16 على 9 وفي علامات جفاف كمان. كيف صار هيك معها فجأة؟ ما منعرف، كنا برات البيت. طيب مدام عندها أعراض أو عم تاخد شي علاج؟ لا ما عم تاخد. طيب شو هالريحة؟ شربت كحول؟ ما بعرف. خلص المهم خلينا ناخد المريضة لجوا. خلونا عم نراقب، انتظر كل الوقت، لازم نعمل تحليل للدم. راقبوا المؤشرات الحيوية، يلا لازم نستعجل بسرعة. تعي لعندي، تعي تعي حبيبتي. واحد غبي. عمل فيني هيك؟ ليش ما عم ترد علي؟ مو على كيفك هالشي مراد. ليك ياسمين، لازم نحكي شوي. ها اجت الدكتورة. دكتورة صاير مع تسمم من شرب الكحول، غسلنا معدتها. تسمم كحول؟ يعني شربانة؟ فاتت بغيبوبة منه، بس ما في داعي للخوف، هلأ وضعها صار منيح، نحن عملنا كل شي لازم، بعد شوي مناخدها على غرفتها بترتاح ساعتين وبعدين منخرجها. يعني ما فيها شي مو؟ وضعها كتير منيح، لازم ترتاح بس. شكراً. معافاي إن شاء الله. كيف صار هيك؟ شربت لدرجة تفوت بغيبوبة كحول؟ كيف ما انتبهت عليها؟ كيف بنتي بتوصل لهالحالة وأنا ما بنتبه على هالشي؟ تمام ياسمين، لا تكبري الموضوع، هاي صبية. ما كبروا؟ مراد ملاحظ نحن وين؟ نحن هلأ بالمستشفى. بس ما فيها شي. لا سمح الله كان ممكن يصير شي لبنتنا. مع مين عم أحكي؟ أساساً كل شي عم يصير من عدم اهتمامك. كل الوقت بتقعد بتتمسخر على مخاوفي وبتضحك علي وما بتهتم بكل شي بحاول إلك يا. ضليت تقلي بكفي وحاجة بالغي. طلع وين نحنا؟ يا ريتك اهتميت وبالغت مثلي لو شوي. يعني كل هاد صار لأني ما بالغت؟ هاي هي المشكلة؟ شو عم تقول؟ شو قصدك لوين بدك توصل؟ ما بعرف، انت قولي. يعني لهالسبب انت معصبة؟ أو خبريني شو سبب تعصيبك لهالدرجة؟ ليش ما منحكي بوضوح وصراحة؟ شو؟ ليه ما منحكي باللي صار اليوم مثلاً؟ ليه ما منحكي عن اللي شفتي بالأوتيل وبتخليني اشرح لك؟ شو؟ أوعك لا تحكي ولا كلمة. إيجا هنيك نايمة وأكيد ما رح أحكي معك بيلي شفته هون بالمشفى.
ايه طبعا ما رح تحكي بلاها اصلا. ليش ما عم بترد مراد؟ لا ما رح اسمح لك تتركني بهالطريقة. ما فيك تعمل فيني هيك، ما فيك تعمل فيني هيك، ما رح اسمح لك. أنا مو على كيفك، ما رح تتركني، رح دفعك الثمن وارجيك شو رح أعمل، رح خليك تندم وتدفع الثمن. أنا بفرجيك يا حقير، رح تندم على هالعملة. أنا مو على كيفك، رح دفعك الثمن غالي. تشوف يا مراد. بعرف إنك ما رح تحكي معي، بس أنا رح أحكي. ياسمين لو سمحتي، مجبورة تسمعيني. قبل ما تتهميني بهالطريقة، أنت مجبورة تسمعيني. ليكي ياسمين، من زمان من لما صرنا بعاد عن بعض بهذا الشكل، أنا صرت أحس حالي وحيد تماماً. من برا كان مبين كل شي حلو، بس بالواقع مو هيك، وأنت بتعرفي. ياسمين مع الوقت صار في فراغ جواتي وصار يكبر. ما كنت تقربي مني أبداً، ولما أجي أقرب منك ما كنت تسمعي لي بهالشي أبداً. وقف عندك لحظة، أنت مالك طبيعي، خنتني وبدك تعملني أنا المذنبة؟ لا مو هذا قصدي، بس عم خبرك شو في جواتي. يبدو أني فهمتها هيك، لأنك من الأول بتشوف أغلاطي بس وبتذكرني دائماً بكل شي زعجك ولو ما كنت قاصدته. ما كان قصدي اللي فهمتي أبداً، أنا عم فضفضلك. ليش ما بتحاولي تسمعيني قد ما حكيت؟ مراد، لأنه كل هدول حجج وكل شي عم تحكي عبارة عن كذب وحيل. كذب وحيل؟ يلي عم حاول وصلك يا هو مشاعري. ليش مستهترة فيها؟ أخذنا المريضة على الغرفة، إذا بتحبوا فيكن تشوفوا. شكراً. أكيد. من هالشي تفضلوا. مراد جيب إيجا وشنتايتي. ماشي حياتي حبيبتي. يلا أختك فائت، خلينا نروح نشوفها. حبيبة قلبي يلا نروح. هي الغرفة رقم 109، تفضل. شكراً كثير. مراد، بلا ما يعرفوا البنات شي. ها حبيبتي، متنا من الخوف عليكي. أخ لو تعرفي شو رعبتينا بسبب يلي عملتي. حبيبة قلبي، أوف لو تعرفي قديش خافت إيجا عليكي. أنا آسفة كثير. ما بصير هيك، هي قلة مسؤولية، وثقنا فيكي وتركنا أختك عندك. ما فكرتي إنه ممكن يصير لها شيء؟ طلعت روحنا لو وصلنا لعندكم. أنت منيحة حبيبتي؟ إيه تمام الحمد لله. حاولت فيك بس ما فقتي معي. إيه حبيبة قلبي أنا آسفة كتير. لهيك اتصلت بماما وضلت تحاكيني على الموبايل لأنك كنت خايفة كتير. خلص انسي كل شيء صار منيح، أختك بخير ما شاء الله بتجنن. شو هاد اللي بإيدك؟ سيروم. حطوا لي إياه مرة من قبل مو هيك ماما؟ ايه مزبوط، مرة لما كنتي مريضة حطولك اياه. يعني انتي تعبانة ومريضة كتير؟ لا انا كتير منيحة، ما في داعي تخافي او تقلقي. وكمان خربت ليلتكن وقطعتكن، ما كان قصدي، اسفة. اوه لا تشغلي بالك، مو ذنبك. انا رح خلص الاجراءات. Say